بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي أعزائي طلبة طلبات الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا. المراجعة النهائية لامتحان نصف العام، كل سنة وأنتم طيبين، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. النهاردة هنراجع مع بعض كل تمارين الورك بوك والسيناريو كتاب الطالب. بصوا ستارز كولكت فروم مجموعة من سي بي أن أن دبليو بي كتاب الطالب كتاب التدريبات. طبعا فضلا ليس أمر الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وفهم كل اطلب مني كل جديد حتى تدعموني ونشر هذا الموضوع ان شاء الله. ثم ارجو عمر لايك وشير الفيديو حتى اصل اكبر عدد ممكن من الطلبه بسم الله الشروح حتى يدعو الله عز وجل تكون لهم ان شاء الله في الفتره القادمه. ادعوات لهم التوفيق باذن الله. بسم الله نبدا براكتس تيست اكسرسايز 1 طبعا ده ورك بوك. اوكي بعد كده هنقول نمبر 1 داليا didn't have friends when she started at her new school. داليا دي انت لم يكن لها اصدقاء when she started عندما بدات at her new school مدرستها الجديده. طب دي انت يا ترى ده ولا صم ولا اي ولا ايني؟ طبعا دي انت ده فعل ايه؟ منفي. اوكي جميل. ذا و او الين جنبها اسم مفرد فريندز جمع ما ينفعش. اوكي صم في الجمله المثبته ودي منفيه، دي انت منفيه. اوكي طيب بلاش ايه بلاش ايه ايوه اني اي اصدقاء اني فريندز ليه؟ لان انت تسال في النفي والسؤال. انت هاف اني فريندز او ديد يو هاف اني فريندز نفي او سؤال. يبقى ده داليا انت هاف اني فريندز وين شي ستارتد ات هير نيو سكول. نمبر 2 ان ايجيبت موست ستودنتس ان برايمري سكول مدرسه ابتدائي هاف تو ورك او تو وير يرتدوا يونيفورم يلبسوا زي. اوكي زي يا ترى ده ولا ولا ان ولا نو ارتكل؟ يونيفورم متعد ومفرد تمام كان موضوع عام ولا حاجه مخصصه للمدارس؟ زي طبعا مش هو عام ده مخصص للمدارس. وير يونيفورم وير يونيفورم شرطه وير يونيفورم الى اخره وصلاح وير يونيفورم وير ا يونيفورم نمبر بي. اوكي مش باقي عام. اوكي يبقى يونيفورم قبلها ا يونيفورم. ان ايجيبت ستودنتس برايمري سكولز هاف تو وير ا يونيفورم. نمبر 3 ذا تيشر مدرس جيف اس اعطانا ذا تيشر جيف اس اعطانا كده اعطانا ايه؟ homework واجب for the next lesson عشان الحصة الجاية القادمة لازم أنا حصة ترى أي ولا مني ولا صم ولا أيني؟ تمام homework. now اسم لا يعد لأنه يعني يعد ولد يعني مفيش قبل أي ولا أن ليه؟ لأن أي وأن دول معلومة ولا يعد مفيش قبل أي ولا أي ولا أن مش homework. أوكي تمام دي حاجة. الحاجة التانية كل طبق الضمير ينطبق عليه يعني إيه؟ ان هو تاخد از مش زي ات بالظبط تاخد ووز مش وير تاخد از مش هاف يبقى مضارع على اس هو في بيكمز زي ات بيكمز. اوكي يبقى ده اسم ايه؟ لا يعد. يبقى ايه مش هتنفع؟ طب مني يبقى اسم بتعد وجمع وعكسها فيو مني كثير فيو قليل يبقى اسم بتعد وجمع مني بوكس فيو ستودنتس. اوكي صم قلنا في الاثبات اني في النفي وسؤال من الصم واني تمام الجمله دي مثبته ولا منفيه؟ ايوه مثبته جيف اس اعطانا يبقى جيف اس ايه؟ صم هوم ورك. نمبر سي ذا تيشر جيف اس صم هوم ورك فور ذا نيكست ليسون. نمبر 4 وات دو يو انتند intend to study when you join the university. ماذا intend تنوي أن تدرس عندما تلتحق بالجامعة. What do you intend to study when you join the university? رد علي قال له engineering اللي هي بتاعت هندسة حدث هندسة intend. Okay intend هتطلع ايه؟ قلنا intend ينوي ان decide يقرر ان بلان يخطط. Verb
with an evidence فاللي عليه دليل على حدوثه وده سلم معهم ايه؟ am is are going to المصدر مظبوط وبالتالي كده intend ينوي decide يقرر لن يخطط أو verb with an evidence فعل هناك دليل على حدوثه الأربعة دول أمامهم am is are going to المصدر كمان مرة intend ينوي أن decide يقرر أن بلن يخطط verb with an evidence فعل هناك دليل على حدوثه يبقى am is are going to المصدر لو عادي لو passive am is are going to be والمصدر التصريف الثاني يعني إيه we are going to buy a car عن شراء عربية نمزل بالعربية ده من أخاف الأول يبقى car is going to be bought سوف تشترى أوكي تمام طيب يبقى هنا هتصير إيه يبقى I'm going to start number B يبقى do you intend حددت لي يبقى I'm going to study engineering سوف أدرس هندسة سوف أدرس مش كده طيب ما نقول study يعني نقول المصدر إمتى حد فاكر قلنا مع شور متأكد مع certain متأكد مع possible ممكن مع probable محتمل مع perhaps ربما مع predict يتنبأ بس فعلا مفيش عليه دليل okay. مع hope يأمل أو يتمنى مع expect يتوقع مع قرار سريع مع التهديد مع الأوفر مع request عرض وطلب وين ده بقى لك intend حجمني وقال لا استاذ ام از ار تو مصدر ام جوينج تو وي تو ستادي عشان intend يعني طب intend ده اسمها intend intention نيه decide ده اسمها decision قرار بلان بلان هي خطه ويخطط ده اسم فعل يبقى سواء intend intention decide decision بلان verb evidence ام لي ام از ار تو والمصدر نمبر 5 Why, often, you volunteer at the new youth club next summer? ليه تتطوع؟ volunteer دي نوم وفيرب تتطوع ويتطوع هنا طبعا فعل Why you volunteer at the new youth club في نادي الشباب youth شباب جديد next summer في الصيف القادم youth كلمة حلوة الترجمة okay. Why you volunteer at the new youth club next summer? تمام. Didn't. Sorry, don't. Didn't. Do. Did. Okay. طيب. يبقى هنختار ايه يا اولاد؟ طبعا next مستقبل. يبقى didn't و didn't فوش. يبقى don't. مظبوط طب why don't you مثلا انا بعمل اختراع فانا مختار ان هي تحت بنادي الشباب مش كده؟ يبقى why don't you volunteer number one number eight why don't you volunteer at the new youth club next summer اختراع بنعمله ازاي؟ اول حاجه why don't you جنبها مصدر اوكي let's جنبها مصدر اوكي تمام هو why don't you let's مصدر طيب ايه تاني؟ قال لي اقول مثلا هاو اباوت وات اباوت بس دول جنبهم اي ان جي هو تعتبر جنبهم ايه اي ان جي اوكي دو يو كونسيدر دي كونسيدر كونسيدر جنبها اي ان جي برضه دي كونسيدر دي يو ثوت اباوت هاو يو ثوت اباوت برضه جنبها اي ان جي اوكي يبقى واي دونت يو مصدر ليتس مصدر وات اباوت جيرند هاو يو كونسيدرد جيرند هاو يو ثوت اباوت جيرند كلهم بعملوا ايه؟ اقتراح suggestion وطبعا اي suggest برضه مع ان جي اقترح عليك كذا suggest going to club have you considered going to club have you thought about going to join the club going to club let's go why don't you go and why don't you volunteer ده suggestion اقتراح why don't you volunteer at the new youth club next summer number six did you your arm yesterday ذراعك أمس. Did you your arm yesterday أمس؟ عايز ماضي. وديت كمان صح؟ عندي broke، عندي break، وعندي breaking، وعندي broken. وبريك الفعل مضارع. ماضي
بروك الشفت بتاعه بروكن، نمبر بي دي المضارع، نمبر اي الماضي، نمبر دي دي اللي مطبص من صفتين. اوكي برينج دي جيرم ده ان جي مصدر عليه ان جي. طيب يسترداي لاست اجو ان جمع تاريخ في الماضي انت 2005 مثلا، روم 2 من 2005 2007 برضه ماضي اول، انت باست في الماضي. يسترداي لاست اجو ان تاريخ ماضي، روم 2 تاريخ ماضي، او انت باست. بعمل ماضي بسيط، بعمل بليد، بعمل وينت، بعمل بوت. طيب نفي ايه؟ didn't to مصدر، يعني didn't visit، didn't to buy، didn't to go. طب السؤال بتاعه ايه؟ did فعل مصدر، did فعل مصدر، يعني فعل اسم او ضمير، اسم شخص او ضمير، اسم شيء يعني، اي فعل، اي اسم. مظبوط؟ عندنا ايه؟ ده سؤال في الماضي بيسترداي، بعدين بديت جنبها ايه؟ جنبها فعل، اسم ايه؟ المصدر. اوكي؟ بديت ايه؟ Did you break number B؟ يا ولاد وصلت؟ تاني كده يسترداي لاست اجو ان تاريخ ماضي، روم تاريخ ماضي، وتاريخ ماضي. او ان ذا باست. اعمل ماضي بسيط. اعمل بليد، اعمل وينت، اعمل بوت. نفيهم didn't to مصدر. يعني didn't play، didn't to go، didn't to buy. السؤال بتاعهم did فاعل مصدر، اسم او ضمير مصدر. did you go، did you play، did you buy. عندي هنا في ايه سؤال، بدي did you، did فاعل ايه اسم المصدر، يبقى did you break number b. number 7 we would or we should money to charities، جمعات خيرية، to help the poor، نساعد الفقراء. money مفروض to charities، جمعات خيرية، to help the poor، نساعد الفقراء. قلنا the poor ده هنا معناها الناس، ده بقول يعني فقراء مش فقير. قول بعدها فقير حطيت قبلها ذا، بعد اسم جمع ذا بور الفقراء، ذا ريتش الاغنياء. يعني ايه ذا بور؟ معناه ذا بور بيبل، يعني ده هنا معناه بيبل مش كده؟ يبقى ذا بور الفقراء او بور بيبل، بذا او ببيبل. جاي كده؟ طيب واي شود، شود ايه؟ بدي بيها نصيحه، يجب ان يو شود ستادي فور ذا اكزام. طب ما فيها شودنت، كنت بلاي جيمز مش كمبيوتر، ما تلعبش، مش ويست يور تايم، ما تضيعش وقتك. اوكي؟ تمام. طب وشود جنبها ايه؟ جنبها مصدر. مظبوط؟ جنبها مصدر. طب عندي بروك، عندي اسف، عندي دونيت، ستيل، تيك، ريفيوز، ده اربعه مصدر. طب معنيهم ايه يا مستر؟ ريفيوز يعني ولاد، عارفينها كلنا. معناها يرفض، عكس اجري يوافق، صح؟ ريفيوز يرفض، اجري يوافق. ريفيوز بتساوي في المعنى بتساوي تجري سينونيمز مرادفين. ريفيوز تجري يرفض. طب ريفيوز ها السينونيم بتاعها المرادف بتاعها تجري عكسها اجري. ريفيوز ها السينونيم بتاعها مرادفها تجري يرفض، اثنين يرفض. ريفيوز الاوبوزيت بتاعها السينونيم بتاعها عكسها اجري يوافق. ريفيوز واجري وديساجري ثلاثة دول جنبهم تو مصدر. ريفيوز تو جو تجري تو رايت، اجري تو جو، تيك ياخذ ماضيها توك تي دبل او كي بتاعها تيكن نفس التيك بتاع دي ان تيك توك تيكن. ستيل ستول ستولن، ستيل ده مضارع ستول اس تي او ال اي، ستولن على ستول الماضي حط لها ان، بس ستيل ستول ستولن. دونيت يتبرع، هي الحل بتاعنا. دونيت ماني يتبرع بالنقود او بالاموال، تو تشاريتيز جمعيات خيريه، ويلد ذا بول. طب دونيت باب النوع من وي دونيشن، حط اي وين في الاخر، تبرع. الشخص اللي بيطلع متبرع لنفسه اسمه دونر، دي او دبل ان وار متبرع، دي او دبل ان وار، دي او دبل ان وار متبرع. دونيشن تبرع بالاي او ان، دونيت يتبرع ده الشهر. لو شو دونيت ماني تو تشاريتيز تو هيلب ذا بور. نمبر 8 عفوا ذا بيتش واز ريلي كان حقا، سو وي كودنت فايند ا بليس تو سيت، ما قدرناش نلاقي مكان نقعد فيه، وكانه زحمه مزدحم مش كده؟ يا ترى بيوتيفول ولا اكزوتيك ولا كراودد ولا ايزوليتد؟
معلم يا أولاد، عزوليتي المنعزل، المنعزل لوحده، ولا ها إكزوتيك دي غريب، سترينج، غريب وشاذ، بيوتيفول جميل، طب معروف، طب ناس إيه، كلاودد، مزدحم، يعني زحمة، وذا بيتش واز نيري كلاودد، سو وي كودنت فايند أ بليس تو سيت، تو سيت، كلاود مزدحم، أوكي؟ ده تعليق في الكلوز تيست اسمه، نقراه وهي فاضية كده الأول، نحاول نجيب بإيه؟ معاني بالعربي في الفراغات، عندنا هنا إيه؟ وهي فاضية. جاب المعاني كلها نقراها تاني. عرفنا عربي نكتبه انجليزي. طيب next week الاسبوع القادم. Our school مدرستنا holding a special event. هتعمل حدث خاص، هتقيم حدث خاص to help students كي to what to do after their exams. ما يفعلوا بعد امتحاناتهم. What way ماذا يفعلوا؟ What to do after the exam? In the morning في الصباح we are to watch videos تفرج على الفيديوهات about عن career المهنة العمل listen to speeches نستمع إلى خطب خطابات يعني by people بواسطة أشخاص with different jobs عندهم وظائف مختلفة I think we space be able to ask questions هنقدر إيه نسأل أسئلة سوف but I'm not certain مش متأكد I'm not sure يعني in the afternoon بعد الظهر I'm going work I'm going to طبعا work in groups نعمل في مجموعات and do some more research نعمل أبحاث أكثر about the jobs عن الوظائف we interested in نكون مهتمين بيها تمام طيب next week when we special event يعني مستقبل بي مستقبل بي بقول مصدر أم إذا بقول تو مصدر أو مضارع بسيط أو مضارع مستمر مش كده؟ هنا مضارع مستمر اللي عندي فعل على إن جي مستمر يعني أم إزار فعل على إن جي صح؟ يبقى ده بقى إن جي ناس هي أم إزار طب أر سكول أم إز ولا أر سكول يعني إت يبقى إز أر سكول إز هولدينج A special event to help students to يعملوا ايه؟ يفكروا to think 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 يفكروا يعملوا ايه بعد الامتحان to think what to do ماذا يفعلون after the exam بعد امتحاناتهم in the morning في الصباح you are to watch you are ايه؟ you are to بينهم ايه؟ بينهم going to watch مظبوط؟ videos about career and listen to people's speeches by people with different jobs. I think أعتقد we be able to be أيوة قلنا be able يعني أم is are able to أو was were able to أو تاني will be able to في المستقبل بقى will be able to يبقى I think will be able to think ما حاول في المستقبل أساسا يعني فعلا think ده من الكلمات ما حاول but I think will be able to ask questions but I'm not certain in the afternoon we're going to أو بقى مزار going to هنا are to هنا are going يبقى to work in groups to do some more research about the jobs we are interested in interested in بقى مزار صحنا قلنا be interested in be يعني مزار وزوي حسب زمان قول طبعا we are interested in okay طيب مرة تاني next week our school قلنا is holding okay طيب سنت تو قلنا think دي اتش اي ان كي يفكروا مظبوط هنا قلنا going to هنا قلنا will be able هنا قلنا to work مظبوط ممكن من مرة is holding think they're trying to keep or going هنا with مظبوط هنا to هنا are كده سهلة جدا نرى الأول فاضية و
مرة واثنين وبعدين نبدأ نحلها. احنا سنين من المعاني بالعربي والانجليزي خليها صح ان شاء الله. بعد كده عندنا هنلاقي ترانزليشن. ترانزليشن تقرب من اللغة العربية. ايكوتوريزم aims at providing holidays to places which are endangered and isolated. ايكوتوريزم دي نظيفة خدناها. aims at تهدف إلى providing توفير holidays أجازات للأماكن which التي معرضة للخطر ومنعزلة. ماشي كده؟ يبقى تهدف السياحة النظيفة لتوفير أجازات إلى أماكن معرضة للخطر وإيه ومنعزلة. كمان مرة، تهدف السياحة النظيفة أو بيئة نظيفة توفير أجازات لأماكن معرضة للخطر ومنعزلة. Number two, try to avoid mixing with bad friends when who have bad habits. حاول طيب حاول طبعا avoid أن يتجنب mix يخلط حاول يتجنب الاختلاط بأصدقاء الأشرار bad friends الذين لديهم عادات سيئة. كمان مرة حاول أن تختلط بالأصدقاء الأشرار حاول تتجنب آسف أو أن تتجنب الاختلاط بأصدقاء الأشرار الذين لهم عادات سيئة. تاني أو أن تتجنب الاختلاط بأصدقاء الأشرار الذين لهم عادات سيئة. النهاردة بنجي بقى نقرأ مع بعض كده. ذهبنا إلى الشاطئ في نهاية الأسبوع الماضي واستمتعنا بالسباحة في البحر. ذهبنا من ذهب نحن يبقى وي زمنها ماضي ذهب الأسبوع الماضي كمان يبقى وي went to the beach at the last weekend and enjoyed swimming in the sea. سهلة جدا جدا. We went to the beach at the last weekend and enjoyed swimming in the sea. كمان مرة. We went to the beach in the last or at the last weekend and enjoyed swimming in the sea. ثانية. هل سبق لك أن قضيت أجازة الصيف مع أصدقاء خارج القاهرة؟ يبقى هل سبق لك؟ Have you ever؟ مش كده؟ Have you ever spent the summer holiday with your friends outside Cape؟ يبقى have you ever spent the summer holiday with your friends outside Cape؟ Okay؟ Okay. نيجي بعد كده. أنا عندنا معايا معلش غير شوية بعد كده عندنا إيه راجل؟ لا قطع لها أسئلة ونحن نراها الأول ناخد المعنى الإجمالي منها في دماغنا نقرا الأسئلة شوف الإجابات بالعربي نحطها في دماغنا أوكي ونقرا قطعة تاني واحنا بنقرا تاني نطلع إجابات. اوكي ما تتغيرش حرفي لو المعنى اللي ما تتغيرش حرفي بتاع كل جمله تتكلم عن ايه؟ نقرا الاسئله تغير النصوص الجواز العربي في المعنى نقرا القطعه الثانيه عشان الاجابه اللي احنا عرفناها بالعربي طلع انجليزي القطعه بتاعتها بتوع قلنا بنقرا القطعه بتاعتها بالنصوص كده اوكي طيب كده خلصنا من القطعه بعد كده هيجي لنا موضوع الانشاء تختار واحد منهم اوكي طبعا في بارجرافز دي بره هو بارجراف واحد بس المقاله دي ثلاث قطع كل بارجراف في فكره معينه اوكي زي دي كده اسمها بارجراف ودي بارجراف الثاني وده في نفس الموضوع بقى اوكي طبعا ده هنحله مع بعض الايميل تو فريند تيلينج هيم اباوت تكتب الايميل بس اباوت ا بليس يو وود لايك تو فيزيت on holiday عايز تزور في الأجازة include reasons حط أسبابك why you want to visit عايز تروح هناك what you would do there هتعمل إيه what time of year you would like to go هتروح أنت من السنة يعني
طب الايميل نكتب ايه؟ ولا فوق كده على اليمين نكتب تو نقطتين جنبها، يقدر ياخد الايميل الى فلان، الايميل بتاعه كذا جنبه الايميل بتاعه، فمدهولك في الامتحان فروم من فلان برضه الايميل بتاعك، وبعدين سبجكت الموضوع مش كده؟ هنقول الموضوع هنا ايه؟ A place I would like to visit on holiday، ده الموضوع بتاعنا، مكان احب ازوره في الاجازه، وبعدين اي فلان انت بعت له ايميل، وبعدين تحت الكومه جنبها تحت الكومه ها I am happy انا سعيد to write you this email، كده نزلت الايميل، يبقى I'm happy to write you this email، سهله جدا سعيد بالعربي حتى، انا سعيد اكتب لك زي ايميل I'm happy to write you this email، والستوب بعدين How are you كيف حالك؟ نقطه ثاني I hope you are fine، وان تكون بخير، يبقى I'm happy to write you this email، stop How are you؟ مش المرة طبعا عند استفهام، وبعدين I hope you are fine، وان تكون بخير. I would like to tell you، عايز احكي لك اخبرك about a place I would like to visit on holiday، مكان حظوظ في الاجازة، تقول بقى اسكندرية والبلاج والفوزع والى اخره، وعند تحت خالص هنا كده with best wishes with my best wishes، او هنا كده على اليمين خالص with my best wishes كوما تحتها yours كوما فلان، تمام مرة قلنا تو نقطتين فوق بعض جنبها اسمك او الله الايميل وعن الايميل بتاعه زي ما قلت الاسئله from اسمك بعت الايميل يعني والايميل بتاعك subject او unless I would like to visit on Monday، وبعدين هاي او دير فلان رقم الايميل كوما تحت الكوما I'm happy to write you this email وستوب how are you some more I hope you are fine وستوب I would like to tell you اخيرا اخبرك يعني about a place I would like to visit on Monday، تبدا عن مكان واحد تعمل فيه الى اخره اوكي. بعد كده هنا على اليمين خالص with my best wishes وكوما تحتها يوز التوقيع بتاعك يوز تمرير جنبها كوما وتوقيع الاسم اللي بعد الاسم اللي بعد الايميل اوكي. طيب ايش عن ايه؟ advantages disadvantages مزايا ومساوئ living in a place which is popular tourist destination، متاعب مزايا ومساوئ المعيشة في مكان محبوب من السياح. اوكي يبقى نقول ايه؟ I think اعتقد a place which is popular above the tourist destination has advantages and له مزايا ومساوئ. وابدا احكي المزايا ايه والمساوئ ايه. اوكي ونختم الموضوع منتهي ان شاء الله زي الفل. تكتبوا زي الفل ان شاء الله. بعد كده عندنا برايتس تيست 2 الثاني موضوع ورك بوك. Have you finished your room yet؟ Have you finished your room yet؟ Finished. قلنا finish وانجوي. ينتهي منه انت تستمتع به. طب finish cleaning. ING مش كده؟ Finish وانجوي جنبه ING. Avoid جنبه ING. Deny جنبه ING. ارجع الفيديوهات ثاني ترى اليومين ده فين افعال 2 مصدر افعال ING. الله يشرحها بالكامل ان شاء الله. مشاهدة الشباب اللي اشترك في القناة لو سمحتوا وسجل سكان الكل وصرف كل الفيديوهات إن شاء الله. يبقى I finished cleaning the room yet. Number two I forgot نسيت my calculator to school من حسابات المدرسة. Okay طيب وانا forget what I forgot forget و remember يعني سوى تذكر و regret يندم و يأسف و try أربعة دول forget remember regret try تاني كده forget remember regret try جنبهم تو مدر او جرن المدر فعل انجي امتى تو مدر امتى جرن جرن الفعل جنبه بعد منه على منه اتعمل من المعنى حصل يعني ما تعملش يبقى تو مدر ما تعمل جرن ما تعملش مدر ده نسي يجيب الكلمه بتاعت المدرسه يبقى حضرها ما حضرهاش ما حضرهاش صح كده؟ يبقى في وقت ايه؟ to bring تسهل تاني كده نمبر دي طبعا و forget to remember forget to try عن جي او جرند بعد منه علي منه
انجينا وفيها تعمل، تقوم مصدر ما تعملش، نسي يجيب الاله حسب المدرسه ما تعملش، هو التوبرينج. اوكي نمبر 3 باسن اوفر، باسن عرض مي وذ ماي هوم وورك اوفر جنبه ايه؟ ايوه ها حد فاكر؟ يلا تو مصدر، لا تو مصدر يا مستر، برافو عليك. اوفر ايه؟ تو هيلب. نمبر 3 نمبر 4 ايجيبشن كوتون كلوثس، ملابس الوطنيه المصريه، النوم القطني يعني. All over the world في منها العام. منها سيد يبيع. أرسل يبيع. أرسل صول. تمام. صول مطفى سيل طبعا. Okay. طيب هي أي طلب؟ معايا كده؟ طبعا عايز مضارع بسيط. عشان دي حقيقة صح؟ ده في هذا المصري أحسن نقطة في العالم. كاسب هذه مضارع بسيط عشان ده حقيقة. في مضارع بسيط أو في فين؟ سيل وأرسولد. أرسلينج ده إيه؟ مضارع مستمر. مع ناو وأز مومنت أدريزن ولوك ولسن. أبي ظرف فلانجي. سيل وأرسولد مضارع بسيط، دي حقيقة. صح كده؟ حقيقة أو عادة. أقول فيها usually, always, often, sometimes, أو every. ده عمل مصدر بسيط. يعني فعل مصدر أو مصدر ليس. مصدر إمتى؟ I will use it. عليس إمتى؟ مع هي وشي ويت. طيب النفي بتاعه I will use it. Don't مصدر. He should doesn't مصدر. سؤاله Do are you with a مصدر؟ Does he share مصدر؟ يعني do does فعل مصدر. تاني يبقى مصدر أو مصدر بيس. Are we with a play؟ He share plays. نفيهم Are we with a don't play؟ He she it doesn't play. تمام؟ سؤالهم Do you play؟ و does he play؟ Do فعل مصدر؟ Does فعل مصدر؟ البازل بتاعهم ما بيقول بتاعهم ايوه يبقى ام از ار تصريف تالت صح كده؟ تمام يعني ار بلايد از واتشد ار دان الى اخره. طب هنا كلوزس سيل ولا ار سول؟ تبيع ولا تباع؟ لا تباع مع اسباسل هو ايه؟ ار سول. نمبر سي يبقى ايجيبشن كوتون كلوزس ملابس القطن المصري أرسلت أول أوفر ذا وورلد تباع في ميلان حالا. نمبر سي أوكي سهل. نمبر 5 ذا إز ذا ناتشورال وورلد أراوند أس، عالم طبيعي حولنا. ناتشورال وورلد أباوت أس، عالم طبيعي حولنا. يا ترى أتموسفير ولا إنفايرمنت ولا لوكيشن ولا سيتويشن؟ يلا يا ولاد مع نيومي يا ترى. أتموسفير ده اللي الغلاف الجوي. تمام. إنفايرمنت البيئة. لوكيشن موقع أو مكان. سيتويشن موقف. طب يا ترى احنا عايزين ايه؟ اتموسفير ده الهواء اللي حوالينا، ده يبقى الغلاف الجوي مش كده؟ فيش ده مكان لوكيشن موقع حاجه مكان حاجه. سيتويشن موقف انا حطيت فيه. طب ناتشورال وورلد ده عالم طبيعي اراوند اس حوالينا، ده ايه؟ ده انفايرمنت البيئه. نمبر بي اوكي يبقى ده انفايرمنت ناتشورال وورلد اراوند اس. نمبر 6 اي هاف ا نيو اون ماي سمارت فون which helps me practice ساعدني على ممارسة for languages في اللغة الأجنبية. عندي يا ترى أنيو إيه؟ هاك ولا أب ولا كونكشن ولا سكان؟ سكان. عندي طبعا عندي أب تطبيق جديد أنيو أب on my smartphone which helps me practice foreign languages. تطبيق أب أوكي. I have a new app number B. Number 7. A person who writes poetry, شخص بيكتب شعر. اسمه is called the يسمى يدعي journalist, novelist, poem, poet. يدعي يوم الصحفي, novelist, كاتب روائي, poem, قصيد شعر, poet, شعر. ده بيكتب شعر يبقى ده poet. Number 2. Okay. A person who writes poetry is called the poet.
ده في كتاب الطالب طبعا يقول لي بالضبط A person who writes poetry is called a poet. Number 8 A novel usually tells a story. برضه نفس الجملة من كتاب الطالب برضه الرواية عادة تحكي لنا تخبرنا هي story long true travel historical تاريخية رحلات أو سفر true حقيقية ولا long بنال you tell us a long story number okay يبقى a novel usually tells us a long story في المدرسة عندكم في الفيديو بتاع الدرس بتاع الحياة دي a long story the novel to a long story قصة طويلة okay نيجي بقى دي الجابس بتاعتنا نكون عايزين ايه منها I'm always careful when دايما أكون حريص عندما my shopping online أعمل مشتريات على النت أعمل مشتريات صح؟ طيب I use different passwords كلمات سر مختلفة for each site كل موقع and my passwords كلمات سر بتاعتي usually quite complicated عادة معقدة تماما يبقى إيه؟ تكون صح؟ طيب نكمل This is because of the NI, Anna. Who's I? A bad experience once. مريت تجربة سيئة ذات مرة في يوم من الأيام. When I, عندما buying a pair of shoes online. نعم. كنت بشتري زوج من الأحذية على النت. I got a strange email. جالي إيميل غريب from the website من الموقع and I know what to do with it مش عارف اعمل ايه معاه اعمل ايه من ده and then في النهاية I opened the email فتحته and my computer turned off بتاع اتقفل and on again فتح مرة ثانية لوحده some criminals بعض المجرمين هنا كده they're taking my computer يعني سرقوا مني ويقولوا على الكمبيوتر بتاعي طيب نرجع تاني I'm always careful when I حريص لما بعمل مشتريات يعني ايه؟ دو شوبينج قلنا دو شوبينج اون لاين برضه في الفيديو هتلاقوها دو شوبينج always I'm always careful when I am and when I do when I do my shopping online I use different passwords المسألة مختلفة وإيش صار في الموقع and my passwords كانت السنة بتاعتي دي are usually quite complicated are A-R-E usually quite complicated مؤقتة تماما this is because I had كان دي had H-A-D a bad experience once مرة من يوم الأيام when I buying a pair of shoes والمشتري بزيادة على النت online I got a strange email from the website and I didn't know then I didn't, وصرف تي, didn't know what to do with it. In the end, I opened the email, my computer turned on and on again. So, some criminals, hack, H-A-C-K, بيسرقوا, attacking my room, my computer على الموضوع بتاعي. دول كيف المرة, يبقى أنا do my shopping, number one, do my shopping, and I are usually was communicated, and I had might be هنا I was buying when I was okay وبعدين and I didn't know what to do didn't هنا قلنا hack attacking my computer كمان مرة قلنا do my shopping قلنا are usual cigarettes قلنا had the experience قلنا was buying قلنا didn't know قلنا hack نتاكي معي كمبيوتر كمان مرة يلا ها يونا دو قلنا R نمبر 2 3 قلنا had 4 قلنا was 5 قلنا didn't مش كده 6 قلنا hack بعد كده translation translation to Arabic سهلة إن شاء الله ولا نتدوش منها خالص بعد الإنترنت of things
اللي هو اسمه IoT is developing very fast. مش كده؟ In a lot of fields. الانترنت الخاص بالأشياء يتطور بسرعة شديدة في كثير من المجالات. تمام؟ IoT تختصر Internet of Things. Internet of Things. يبقى الانترنت الخاص بالأشياء يتطور بسرعة كبيرة في كثير من المجالات. ثاني، الانترنت الخاص بالأشياء يتطور بسرعة كبيرة في كثير من المجالات. Number two. I'm going to buy some new clothes. أشتري ملابس جديدة. For the party next weekend. يبقى سوف أقوم بشراء بعض الملابس الجديدة لحفلة نهاية الأسبوع القادم. يبقى سوف أقوم بشراء بعض الملابس الجديدة لحفلة نهاية الأسبوع القادم. كم مرة؟ ماشي. سوف أقوم بشراء بعض الملابس الجديدة لحفلة نهاية الأسبوع القادم. انتوا انجلش بقى نشوف كده مع بعض. فطررت أن أعيد كتابة اللغة الإنجليزية لأني أفتح السؤال بطريقة خاطئة. I had to. I had a to. Rewrite the English homework. Because I answered a question incorrectly or wrong. كم مرة؟ كم مرة؟ I had to. Rewrite the English homework because I answered a question incorrectly. كمان مرة, I had to rewrite the English homework because I answered a question incorrectly or in a wrong way. In a wrong way. Wrong W-R-O-N-G. In a wrong way, okay? I had to rewrite the English homework because I had answered the question in a wrong way. Number two. سوف يستعمل الفندق الجديد مواد وطاقة آمنة على البيئة. The new hotel will use okay, materials and save energy to the environment. The new hotel will use materials and save energy on the environment. مرة, the new hotel will use materials and save energy on the environment. هكذا نضيف القطعة. نحن لازم خلاص. سهل إن شاء الله. لو سهل. بعض المعنى الإجمالي. أنا سألنا شو كلمة المرأة العربي الله داني هذا يبقى تساعد إن شاء الله أحلى صح والله إن شاء الله تسمر وستوري قصة بخص قصة يولد خلطتها لأني جنس سمتعت بي ده واحد وضو يعرف سيرة ذاتية سيرة بيمتصف يوضع في حياتك صفر حتى الآن البرود شمال ضمن يعني اهتماماتك تجاربك أو أقول what you hope ماذا تعمل أتمنى to do the future تعمل في المستقبل أكيد صح يعني سهلة يعني ومن برا في المغرب والبصرة بالعربي أتري من جميل وقت موضوع متكامل إن شاء الله Nice to see Number one Your parents usually donate blood تبرعوا بالدم والديك طبعا donate تبرعوا بالدم عادة قالوا yes they always do نعم هم دائما يعمل Yes, ما فيش تغير من لي. Yes, كيف السؤال بتاع هل؟ هل ده بدل فعل مساعد؟ يبقى ايه؟ Do or did? Why? لماذا؟ وين ده سؤال عادي بجاوب عن مفيش تيس ولا نو؟ مظبوط؟ طيب، يبقى عايز ده Do or did? مش كده؟ طيب، usually زمانها ايه؟ مضارع بسيط سؤال المضارع بسيط من فوق Do فعل مصدر، does فعل مصدر صح؟ Do my, we use it لازم هي شيت بيرنتس الوالدين يعني زي يعني هم صح يبادوا بيرنتس يوجوالي دوري بلاد واحدة واحدة كده مع بعض هنجيبها إن شاء الله صح يقول له مضارع عشان يوجوالي سؤال مضارع دو فعل مصدر بس فعل مصدر
بيرنتس يعني زي، يبقى دو فعل مصدر، يبقى دو يور بيرنتس دون ايه؟ يوجد دون ايه؟ بلاد. هل يز زي اولويز دو؟ شو يز زي اولويز زي دو حتى كمان سو. نمبر 2 when آية visited me، لما زارتني آية I my room so she offered to help me، عادتني تساعدني. قالت ما بعمل ايه؟ بنظف الحجرة. وين جنبها ماضي ايه؟ بسيط. عايزة جنب التاني ايه؟ ماضي مستمر. وين visited me I was decorating، يبقى زي الأوضة. زارت عادتني تساعدني. when آية visited me I was decorating my room so she offered to help me. okay. يبقى وين؟ أنا منها ماضي بسيط أطلع ماضي مستمر. أعمل ماضي مستمر أطلع ماضي بسيط، نبدأ حسب المعنى صفات معينة. لكن why was just as أنا منهم دايما ماضي مستمر، التاني ماضي بسيط. وأنا just as منهم ماضي مستمر، التاني ماضي بسيط. why مفيش جنبها فعل جنبها جر. why I was having، I was having مفيش I، why having على طول صح؟ أوكي يبقى when I visited me I was decorating my room so she offered to help me. Number 3 I remember تذكر that young man، young man الشباب last summer، الشباب ايه؟ السنة الماضية when I was in Sharm el-Sheikh، Sharm el-Sheikh، أنا كنت في Sharm el-Sheikh. Remember، when I remember forget to regret to lie. حصل بجان وحصل شبه تو مصدر. شافوا أنا شفهمش. أنا فاكر هؤلاء الشباب الصف الماضي لما كنت في شرم الشيخ، يبقى شافهم صح، كان في شرم الشيخ وشافهم. ممبر ايه؟ طبعا سين جرم. اوكي ممبر سين. اوكي ممبر فور معايا كده فور. صاروا في بحزن شديد my uncle has been ill، كان مريض. he was a young man، كان ايه؟ شاب صغير المريض مظبوط. طيب for when ago since، ago مع ماضي بسيط، انا عندي has been وضع تام ماضي بسيط ما ينفعش. طب when، لو when حتى لو قلتين ماضي بسيط ماضي بسيط، وماضي مستمر ماضي بسيط ما ينفعش. for جنبها مده زمنيه محدده، انا ما فيش في جملتين واحده ها وضع تام have been has been، والثانيه ماضي بسيط was. بينهم ايه؟ بينهم سنس. طب ليه سنس يا مستر؟ عشان سنس على منها ماضي بسيط لوز، الناحيه الثانيه يبقى في مضارع تام لو هاز بين. اوكي سنس على منها ماضي بسيط لو انا، شمال الناحيه الثانيه يبقى مضارع تام لو هاز بين. الفاظ غير سنس منها ماضي بسيط مضارع تام الناحيه الثانيه، يبقى هاز بين ال سنس هي وز يعني من ساعه ما يعني هو شاب صغير. عرفنا ليه يبقى سنس يا ولاد؟ Okay, number 5. The tennis player لاعب التنس is for doing a lot of voluntary work، يؤدى كثير من العمل التطوعي. Is admired، not suspected، interested، disliked. Disliked مكروه، interested مهتم، not respected لا يحترم، admired ايوه هو ده يعجب بيه. يبقى الناس كلها معجبه بيه. For doing a lot of voluntary work، عمله تأديته كثير من العمل التطوعي. Attends player or tennis admired for doing a lot of voluntary work، admired ما هو قد بي نر حرف غلط مش كده؟ Okay. طيب number 6 the Galapagos Island، نيجي Galapagos in Ecuador، جزر موجودة في الجزر are famous مشهورة بيه. The animals and as such as the turtles السلاحف which lives there and تعيش هناك are a famous for the يلا أولاد طبعا wild animals وعد مفتاسة such as the turtles which lives there. Number C. Number 7. The police، the young man الشاب of stealing سرقة ضمان النقود. The police الشرطة excused or thanked or accused or rewarded. Excused يعني عذرت قبل تعذر يعني. Thanked شغلته سرقة طبعا ما ينفعش. Accused ولا rewarded. ودي كفاه ماليا أو كفى ماليا. Reward كفى ماليا أو كفى ماليا.
was accused of. اتهم بيه. بنقول accused the man of. اتهم الشاب ده بسرقة النقود. accused of. Okay. accused of. ما حرر من حق. accused of. He was a man of stealing the money. Number C. Number 8. He's taken for on a granted. بدون الكامل. مخوذ الكامل مسلم بيه. تعبير على بعض كده. He's taken for granted. He takes for granted. Okay. He's taken for granted. كان مسلم بيه. That bullying, تنمر, is a bad behavior. سلوك سيء. Which you all must change. كنا لنا ايه نغير بسلوك اخر. يبقى تستين فور جرانتد وتوامن. طب مش ريفيول ده رفض. دينايل ده انكار. ديسايدد مقرر. لا تستين فور جرانتد. امر مسلم بيه. اوكي. شو بقى الكروس تيست. نعمل القطعة ازاي مع بعض. لاست يير السنة اللي فاتت. ولرن اباوت بولوشن. عرفنا عن التلوث. هتسكت في المدرسة. So in the summer of الصيف, I decided to quarantine on a volunteering holiday. أجازة طوعية. نبقى نذهب. نقول holiday كده. طيب. مع فريندز مع أصدقائي. وقت تقولين عن النظف. طالما ننظف يعني. Beaches. البلاجات بقى. The beaches. Along the North Coast. الساحل الشمالي. There. A lot of plastic. Rubbish. قمامة. بلاستيك كثيرة بدل يوجد. There is boat, like water, waters, ذات المية, and place the أطباق, and the sand for them, work teams, جعلنا في مجموعات, and each team, كل مجموعة, كدين نظفت different part, جزء مختلف, من البلاج, of the beach, we were careful, ونخلصين, not to the damage, and not leave shells or wildlife, but the shells. Last year, we learned about pollution at school. So in the summer, I decided to go, number one, go on a voluntary holiday with my friend. We had to clean the beaches along the north coast. There, plastic rubbish. Rubbish there, there is also plastic rubbish. Like water bottles and plates in the sand. Work in teams, and each team clean a different part of the beach oil. We were careful not to damage the shells or wildlife. Okay, maharat or hand balay. There. Then, كمان مرة قلنا go. Number one, go. Number two, with. Number three. There. Number four is number five of number six. There. One more. Go. Two on with. Three on the. Four on is. Five on of. Six on there. Feel that? Translation. Translating to Arabic, Arabi. I remember playing that card games when I was a child. أتذكر لعبي للكوتشينة عندما كنت طفل. Card game. Card games of chain. أتذكر وأنا ألعب الكوتشينة وأنا صغير عندما كنت صغير. Number two. Which do you prefer? أيما تفضل؟ القراءة قراءة قصيدة أم قصة قصيرة؟ ومتفضل الفيرين أبوهم قراءة قصيدة شعر أو قصة short story. يبقى المتفضل قراءة قصة قصيرة سوري قراءة قصة أو قصيدة شعر. المتفضل قراءة قصيدة شعر أم قصة قصيرة. المتفضل قراءة قصيدة شعر أم قصة قصيرة. ثلاثة في إنجليش. يملا الإنجليزي ولد روبرت ستيفنسون في اسكتلندا عام 1850 ومات عن عمر 44 عام. يبقى روبرت ستيفنسون
was born in Scotland in 1850 and died at the age of 44. كمان مرة, روبرت ستيفنسون was born in Scotland in 1850 and died at the age of 44. كمان مرة, روبرت ستيفنسون was born in Scotland in 1850 at the age and died at the age of 50 as 44. Number two. لغاية انتهيت تون من تناول الغذاء أو الغذاء وسوف أتصل بك خلال 10 دقائق. I have just finished. I have just finished having lunch. And I'll call you back in 10 minutes. كمان مرة. I have just finished having lunch and I'll call you back in 10 minutes. كمان مرة. I have just finished having lunch and I'll call you back in 10 minutes. القطعة ونحن خلاص معنا إجمالي. نعم معنا إجمالي. نرى سئلة. نرى طلبائي. نرى مرة تانية طرفية الإجابات. وتختار مرة تانية. علم عليه بمصطفى في القطعة. نتوش منك يعني. Okay. طيب بعد كده عندنا أعطاك الموضوع إنشاء. نختار واحد منهم. Write about website. موقع. You think is useful. تعطاه نوعي مفيد. وسكول بورك العمل المدرسي. سيبلين اشرح. What information معلومات is on the site موجود على الموقع. Why it is useful for students. اللي هو مفيد للطلبة. أو blog post مدونة نشرة. On the age of you think. Like last night, children should start using the internet and photos if you can. نكتب طبعا. أعتقد أنه يسهل يعني. Okay. عن جوجل. معلومات من منام لحاسة عن طريق إلى آخر. أوكي؟ أوكي. يا أولاد. طبعاً حظ سعيد. دعواتي لكم بغير التطبيق إن شاء الله. تعنيت. طبعاً كلنا اشتركنا بدورة القناة. وصل الجرس. ولكن كل شو صلبون لكم جديد. نعمل نعم لك شوية الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن الطلبة. دعواتي لكم بالنجاح والتوفيق. شكراً إن شاء الله في الترم الثاني. خليكم معايا وتابعوني. أتمنى كل جديد مفيد إن شاء الله. إن شاء الله ناجحين بإذن الله. نطمئنه ما تقلقوش محد شيء لا محد شيء لنفسه. أوكي. تدو ميت أجين مش يود بس الله. نرجع إن شاء الله بعد إيه أول يوم في العودة من الإجازة. دلوقتي مش يود بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.